طيب تعالوا بقى نتكلم شويه عن دوري ابطال اوروبا، والحقيقه الاجواء مشتعله فيه الى اقصى الدرجات. وقبل ما نتكلم مع حضراتكم عن مواجهات امس الناريه، خلونا نستعرض معاكم الاول مباريات النهارده. اغلبها هتكون برضو مباريات ناريه. النهارده هو اليوم الثاني من مباريات دوري ابطال اوروبا، مرحله المجموعات الجوله الرابعه، مباريات في منتهى الاهميه هنقولها لحضراتكم، وكمان هنفكر حضراتكم بموقف الانديه المتنافسه. ريال سوسيداد هيلعب مع بنفيكا، وفي نفس المجموعه ريد بول سالزبورج هيلعب مع انتر ميلان. الصداره في المجموعه دي للثنائي ريال سوسيداد وانتر ميلان، كل واحد فيهم عنده 7 نقاط، يليهم ريد بول سالزبورج ب3 نقاط، واخيرا بنفيكا بدون اي نقاط. كمان نابولي هيواجه يونيون برلين وريال مدريد مع سبورتنج براغا، وبرضه الصداره في هذه المجموعه للريال ب9 نقاط، ثم نابولي 6 نقاط، وبراغا 3 نقاط، واخيرا يعني برلين بدون اي نقاط. كمان في مواجهة نارية ما بين أرسنال وإشبيليا وإيندهوفن مع لانس، مجموعة قوية وقريبة من بعض. أرسنال 6 نقاط، ثم المفاجأة بقى أن لانس الفرنسي 5 نقاط، وإشبيليا نقطتين، وأخيرا إيندهوفن الهولندي نقطتين برضو. كوبنهاجن الدنماركي مع مانشستر يونايتد آخر فرصة الحقيقة للمان يونايتد، وفي نفس المجموعة البايرن هيستضيف جلاتا سراي. ترتيب المجموعة خلينا نقول أن البايرن في الصدارة عنده 9 نقاط، بعديه بيأتي جلاتا سراي معاه 4 نقاط، وبعد كده مانشستر يونايتد عنده 3 نقاط، واخيرا بقى كوبنهاجن معاه نقطه واحده. خلينا بقى نتكلم في كل الامور دي، في مباريات اليوم، مباريات الامس كمان، وفي مواجهات كلها الملف والرؤيه التحليليه كامله لمباريات امبارح والنهارده مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد غنيم. صباح الخير عليك استاذ احمد. صباح الفل ومنورنا، سعداء بوجودك معانا، وعايزين ندردش معاك بقى عن، قبل ما نتكلم معاك في تفاصيل ماتشات النهارده، تعالى نعرف رايك في البدايه، كيف رايت مباراه الامس، وهل كانت النتائج في كل الماتشات متوقعه ولا كان في بعض المفاجات من وجهه نظرك؟ هو يمكن المفاجاه الابرز من وجهه نظري مباراه ميلان وباريس سان جيرمان، نظرا لظروف الفريقين. ميلان اخر 3 مباريات كل البطولات محقق شهيه انتصار، على عكس البي اس جي اللي كان بيعيش طفره فيما يخص الصالات وكده. ولكن ميلان الحقيقه بالروح، بالجرينتا، بالتكتيك اللي اتبعه المدرب كابالي بيولي، استطاع تحقيق الفوز ده وبشكل الحقيقه اكثر من رائع من الناحيه التكتيكيه، تحديدا استغلال قدرات بي جيرو في الهدف الثاني في الكرات العرضيه، استغلال مهارات رافائيليا وفي الهجمات المرتده وازعاج خط الدفاع للبي اس جي. المجموعه دي مجموعه الفوز بالفعل، واصبحت مجموعه مشتعله، كل احتمالات الصفقة مفتوحة. نتكلم دورتموند حاليا متصدر بفارق بسيط جدا على البي اس جي، يليه ميلان ب5 نقاط، ثم ايضا نيوكاسل ب4 نقاط. حقيقة مجموعة مفتوحة لكل الاحتمالات، الجولتين في الجولتين. يمكن دي كانت ابرز يعني مباراة بالامس. تأهل مانشستر سيتي ولايبزيج على المجموعتين مع مجموعة تأهلوا بشكل رسمي، خلاص ده كان امر متوقع خلال مانشستر سيتي حامل اللقب. يمكن دي كانت ابرز النتائج في مباراه امس، وان كان برضو يجب السياس خساره مفاجاه جدا حقيقه، كانت غير متوقعه لبرشلونه امام برشلونه طبعا، بيلعب ضد يعني بيلعب خارج ملعبه، يعني ما بيلعبش على ملعبه طبعا، لازم حرب الروسيه الاوكرانيه، كان بيلعب في هامبورغ الالمانيه. ولكن برشلونه قدم مباراه سيئه جدا جدا الحقيقه، من ناحيتين، من الدفاعيه الهجوميه برشلونه لم يكن صور تسديده واحده فقط، وقت في اوضاع امر غريب جدا على فريق برشلونه تحديدا مع تشافي هرنانديز. واضح ان برشلونه في ازمه، وازمه في غرفه خلال الملابس، تحديدا منذ التصريحات اللي اطلقها اللي كان جوندوجان عقب الخساره ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، اللي اوضح جدا ان كلمه تمثيل شرخ بعد الشيء في غرفه خلع الملابس. هنشوف بقى مدى قدره تشافي هرنانديز المدرب على يعني لم غرفه خلع الملابس بشكل سريع مره اخرى. النتائج الحقيقه متسجله في الفتره الاخيره، حتى الانتصار في الجوله الماضيه في الليجا على ريال سوسيداد لم يكن مقنعا، وجيت اخر سجله في المباراه. يمكن دي كانت ابرز نتائج بالامس، لكن بالتاكيد المباراه الابرز بالامس كانت انتصار بيها على البي اس جي، لان المجموعه بالفعل هي مجموعه كل ما تحمل الكلام. طيب استاذ احمد، ممكن نشوف مانشستر سيتي بيحصد اللقب للمره الثانيه على التوالي، ولا ممكن يكون صعب في ظل صعوبه المجموعه؟ مانشستر سيتي بالتاكيد مرشح بقوه لتحقيق اللقب للمره الثانيه على التوالي، وحتى الان دوري ابطال اوروبا بالشكل الحالي لم يحققه العدد عدد مرات متتاليه سوى ريال مدريد نسخة زين الدين سان في الفتره 2016 2018، لكن الحقيقه النسخ حاليا مانشستر سيتي برغم بعض الغيابات وبعض الاصابات وعلى راسها طبعا كيفن دي بروين، لكن مانشستر سيتي مرشح بقوه. ارشحه نفس على اللقب مع ريال مدريد مثلا، لاس ريال مدريد، وايضا تواجد لاعب كيفن جود بيلينجهام المتالق في الموسم، لا
بلانس ايضا بايرن ميونخ برضه مرشحين بقوه، اعتقد دول الثلاث فرق اللي بانوا من دور المجموعات. ان كنت برضه ترشيحات مبكره ما بحبهاش قوي بشكل كبير، نظرا لان دور ال 16 الادوار الاوروبيه تبدا في شهر فبراير، والموسم ده موسم استثنائي لان في شهر يناير في بعض الانديه اعتقد لاعبين مهمين نظرا لاقامه كاس افريقيا وكاس اسيا في شهر يناير، وبالتالي مش عارفين حاله اللعبه دي تبقى راجعه ازاي لانديتها في شهر فبراير حتى ما يقام مرحله دور ال 16. لكن بشكل مبدئي مانشستر سيتي بالتاكيد مرشح بقوه، ياتي بعده ريال مدريد وبايرن. طيب بالنسبه بقى لماتشات النهارده في رايك يعني ايه اهم الماتشات اللي هتتلعب النهارده وتوقعاتك ايه لنتائجها، وخصوصا الفرص المتعلقه بمانشستر يونايتد شايفها واصله لغايه فين؟ بالتاكيد انا في وجهه نظري اصعب مباراه اليوم مباراه مانشستر يونايتد، لا بديل لمانشستر يونايتد سوى الفوز بانقراض الاتقاء على امله في التاهل. بتتكلم مانشستر يونايتد ثلاث نقط، بدا البطوله بشكل سيء جدا في الطرف اول جولتين. انا في وجهه نظري حتى لو مانشستر يونايتد كسب اليوم وبايرن ميونخ كسب ثلاثه في الطرف، اعتقد مباراه دلتا سترايدز مانشستر يونايتد في تركيا هي تكون المباراه المفتاح ل يعني لحسم هويه المتاهل ريفت بايرن ميونخ لدور 16. لكن انت عصر مانشستر يونايتد اليوم اعتقد فرصه هتكون صعبه وصعبه بشكل كبير جدا في التاهل، وخاصه ان المباراه بتاعته ضد جلطه تكون في تركيا. ريال مدريد امامه فرصه يعني كبيره جدا لحسم خطه التاهل اليوم بشكل رسمي، انفاد على سبورتنج براغا، وده المفروض امر متوقع رغم تعثر ريال مدريد في الدوله الماضيه ضد ريال فاليكانو في الليج على ملعب سانتياغو برنابيو. لكن اعتقد ريال مدريد قادر اليوم على حسم خطه التاهل بشكل رسمي، بايرن ميونخ اعتقد ايضا قادر على حسم خطه التاهل اليوم بشكل رسمي ضد جلطه سترايك. لكن اعتقد المباراه اللي هتكون تحت الانظار بشكل كبير جدا هي كوبنهاجن ومانشستر يونايتد، نظرا لان مانشستر يونايتد وضعيه صعبه جدا. طيب استاذ احمد اخيرا خليني اعرف منك كده مع انتهاء الجوله دي، يمكن خلينا نقول المجموعه السادسه هي المجموعه الاقوى او اللي ما بينها تنافس شديد جدا، خاصه ان احنا متوقعين ان احنا نشوف الفتره اللي جايه يعني زي ما بنقول كده مجموعه الموت، لان كل فرق هو نقطه واحده ما بين كل فريق والتاني. هل تتوقع ان المجموعه دي هتستمر على كده تبقى هي اقوى مجموعه خلال الفتره المقبله الجولات المقبله، ولا ممكن نشوف تغييرات في الجولات المقبله؟ لا هي بالتاكيد المجموعه دي تستمر لنهايه الجوله الاخيره، لان بنتكلم كل الفرق فرصها موجوده، البي اس جي، الميلان، بروسيا دورتموند، ونيوكاسل. وان كنت انا شايف ان نيوكاسل رغم تالقه على المستوى المحلي لكن غيابه لمده اكثر من 20 ساعه على مشاركته الصوفيه يمكن يعني اثر عليه بعض الشيء، موضوع الارث سكور اثر عليه بعض الشيء، فبالتالي ممكن هتستبعده قليلا من نفسه، لكن فرص الطاقه موجوده. انا اعتقد ان مباراه ميلان بروسيا دورتموند بنسبه كبيره جدا هستحدد كتير جدا في هذه المجموعه، ان استطاع ميلان تحقيق الانتصار سيصبح هو الاقرب للتاهل، وان استطاع بي اس جي الفوز على نيوكاسل سيصبح هو ايضا الاقرب للتاهل. فالجوله المقبله جوله حاسمه جدا في تنافس هذه المجموعه، لكن اعتقد برضه ان التاهل الرسمي حسب الشكل يعني سيتاجل الى الجوله ده. تمام، وكالعاده تبقى المتعه حاضره بقوه مع كل نسخه من دوري ابطال اوروبا. الناقد الرياضي الاستاذ احمد غنيم بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، شكرا جزيلا ليك.